بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر هذا باب من أبواب كتاب الكافي الشريف روى فيه الكليني بعض الروايات في المؤمنين من الذرية الطيبة من آل رسول الله صلى الله عليه واله وأيضا من أنكر وجحد الأئمة منهم قبل أن نبدأ بأحاديث هذا الباب نتكلم حول العنوان لأنه الكلين في هذا العنوان استعمل كلمة أهل البيت في من عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر هذه الكلمة كلمة أهل البيت مضاف مضاف إليه في القرآن الكريم في آية التطهير اصطلاح خاص في أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ويلحق بهم الأئمة من ذريتهم فقط ولا يشمل ولا تشمل هذه الآية غير الأئمة وفاطمة عليهم جميعاً الصلاة والسلام. اصطلاح قرآني خاص وردت بذلك الروايات المتواترة الصحيحة في كتب الخاصة والعامة. أما في كتب العامة رووا روايات عن أم سلمة في صحاحهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما جلل عليا والحسن والحسين وفاطمة عليهم الصلاة والسلام بالكساء قالت أم سلمة أنا منكم قال لها مكانك وأنت على خير آية التطهير نزلت الرسول يقول أنت ابقي مكانك لا تجين تحت الكساء لانك لست من اهل البيت المعنيين في هذه الايه لكن انت على خير لان ام سلمه كانت افضل زوجات الرسول بعد خديجه عليها السلام امراه جليله القدر لكنها لم تكن من اهل البيت بهذا المصطلح القراني ثم هناك مصطلح آخر في كلمة أهل البيت يشمل جميع الذرية لأمير المؤمنين علي وفاطمة عليهم الصلاة والسلام وقرابات الرسول مثل جعفر ابن أبي طالب ومثل حمزة ابن عبد المطلب عليهم السلام ومثل عبيده ابن الحارث ابن عبد المطلب الشهيد في بدر ابن عم الرسول صلى الله عليه واله فكلمه اهل البيت في غير ايه التطهير في الاصطلاح الثاني تشمل هؤلاء وتشمل الذريه الطيبه سواء كانوا مؤمنين او غير مؤمنين يعني اذا انت شفت سيد شريف هذا من اهل البيت باي معنى بالمعنى العام لا بالمصطلح القراني في ايه التطهير ثم هناك اطلاق ثالث لهذه الكلمه كلمه اهل البيت بالمعنى اللغوي فهذا يشمل من في الدار سواء كان انسانا او حتى غير انسان من اهل الدهر. واما قول رسول الله صلى الله عليه واله سلمان منا اهل البيت فهنا يراد به تابع لنا. لأن كلمة منا بمعنى التابع تستعمل كما ورد في قوله تعالى في سورة إبراهيم حيث يقول إبراهيم والله سبحانه وتعالى ينقل كلام إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم فمن تبعني فإنه مني يعني شنو؟ يعني هو ملازم لي تابع لي يكون معي في الدنيا والاخره. فعلى كل حال لا يصير خلط بين الاصطلاحات. الاصطلاح القراني في ايه التطهير خاص بالائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وفاطمه. وايه التطهير لا تشمل حتى حمزه ولا تشمل جعفر ولا تشمل الأجلاء من الذرية الطيبة من الذين لم يكونوا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام والاصطلاح الأعم يشمل جميع الذرية الطيبة وقرابات الرسول صلى الله عليه وآله في غير آية التطهير والاصطلاح اللغوي يشمل من في الدار في هذا الباب الكليني استعمل كلمة أهل البيت في المصطلح الثاني في من عرف الحق من اهل البيت يعني من قرابات الرسول ومن انكر زين بعد هذه المقدمه حول هذا العنوان ناتي الى احاديث هذا الباب حاصل احاديث هذا الباب انه من آمن منهم من قرابات الرسول فهذا ثوابه ضعفين ومن جحد الحق منهم فعقابه يضاعف عليه لماذا اولا الثواب كرامه من الله لرسوله محمد صلى الله عليه واله لانه يكرم المرء في ولده وقراباته فإذا الله سبحانه وتعالى ضاعف الثواب لعمل لشخص من قرابات الرسول، ماكو اعتراض لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى. مثل ما نفرض أنه في يوم عيد يجيك شخصان طفلان. واحد أنت تعز أبوه وله حق عظيم عليك. وطفل ثاني لا واحد عادي. اذا انت اعطيت العيدية للطفل الذي تعز اباه اكثر من الطفل الذي هو طفل عادي، واحد ما يعترض عليك، ليش؟ لانه هذا فضل ما حد يطلبك شيء ولا حق لهم عليك. هذا كرامة من الله لرسوله كما ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لزوجات الرسول أيضاً في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يقول لزوجات الرسول وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ الْقُنُوتُ بِمَعْنَى الْخُضُوعُ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ليش نؤتها اجرها مرتين؟ كرامة لرسول الله صلى الله عليه واله. هذا اولا. ثانيا، معرفتهم لهذا الامر يعني قرابات الرسول وذريته وذريته معرفتهم لهذا الامر ناشئ عن صلابتهم في الايمان والتغلب على هوى النفس. ليش؟ لأن أسباب الحسد والبغضاء في الأقرباء أكثر من غيرهم، ولأن شياطين الإنس والجن يوسوسون إليهم أكثر، ولأن سلاطين الجور يحاولون أن يقربوهم ليكتسبوا الشرعية منهم، وكلما كان سبب الانحراف أقوى. يكون الثواب لمن بقي على الايمان اكثر. يعني هذا ابن عمك، هذا امام، والناس يرجعون اليه وانت لا خلاص عادي يتعاملون وياك, وياك كما يتعاملون مع سائر الناس. هذا يثير حفيظة بعض الناس. هذا قريب ابن عمه يقول أنا وإياه في النسب في رتبة واحدة بل أحيانا بعض المؤمنين من الذرية الطاهرة كانت أمهاتهم أيضا من الذرية الطاهرة وأمهات بعض, بعض الأئمة كن إماء. يعني مثلا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام له زوجة اسمها فاطمة وهي بنت عمه كانت جليلة القدر وهي أم إسماعيل رضوان الله تعالى عليه وأما أم الإمام الكاظم فهي حميدة أو حميدة وكانت جارية أمة إسماعيل طبعا جليل القدر ومات في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ولم يدعي الإمامة وبعد موته بسنوات طوال ادعيت له الإمامة في تفصيل زين هذا ابن عمك هذا أخوك إلى الرئاسة الدينية والناس يرجعون إليه والله سبحانه وتعالى فضله هذا قد يثير الحسد عند البعض ليش اليهود اللي كانوا في المدينه انكروا نبوه محمد صلى الله عليه واله مع انهم قبل ان يبعث كانوا يخبرون المشركين به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لماذا حسدا؟ أن ينزل الله من فضله على من يشاء ليش هذا مو من جماعتنا مو من بني إسرائيل من العرب حسدوا على ذلك زين إذا أسباب الحسد موجود والإنسان يتغلب على هوى نفسه ويتبع الحق هذا يدل على صلابة في إيمان وايضا هناك ناس ياتون ويوسوسون الشيطان او غير الشيطان. انت تعال ادعي الامامه والناس راحوا يتبعوك. الظروف مهيئه، اكو واحد الظروف مو مهيئه عنده. اكو واحد الظروف للانحراف مهيئه عنده، ومع ذلك يتغلب على هوى نفسه. طبيعي يكون ثواب اكثر. وأيضا سلاطين الجور كما ذكرنا يقول المنصور العباسي عندما ثار عليه بعض بن الحسن زين استشار واحد قال لش اسوي؟ الناس قلوبهم مع ذرية الرسول صلى الله عليه واله، صحيح احنا ابناء عم الرسول العباس، لكن اولئك ابناء الرسول نفسه. فماذا افعل؟ كان لا خلاص انت شوف دور بين بن الحسن اذا تلقي لك فد واحد مثلا طالب رئاسة هذا قرب اليك واجعله على رأس جيشك حتى الناس يشوفون بذاك الصوب واحد من بن الحسن وهذا الصوب واحد اخر من بن الحسن راح تضعف دليلهم اللي يستدلون به مثلا وبالفعل لقال واحد أظن اسمه زيد بن كذا بن كذا من أحفاد الإمام الحسن وقربه إليه وجعله على جيشه قاتل به محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن المشتبه عليه السلام ولما انتصر عليهم وقتلهم جعله واليا على المدينة إن كافأ بذلك على كل حال فسلاطين الجور يريدون التقرب اليهم ويقربونهم ليكسبوا شرعية منهم. هذا ثانيًا، سبب تضاعف الثواب. أولا كرامة للرسول. ثانيًا صلابة في دين، لأن أسباب الانحراف متوفرة أكثر وأقوى. وثالثًا هم سبب لهداية الناس. الناس ينظرون الى الشخصيات، والذرية الطيبة في نظر الناس في كثير من الازمنة والامكنة، هؤلاء ناس يقتدى بهم، فلأنه يقتدى بهم، لذلك الله سبحانه وتعالى إذا آمنوا يكونون سبب لهداية كثير من الناس. فيشاركهم الله في ثواب اولئك الناس من غير ان ينقص من ثواب اولئك الناس لانه اذا واحد صار سبب لهدايه انسان الله سبحانه وتعالى ذاك الذي اهتدى يعطي ثوابا كاملا غير منقوص ويتفضل عليه وهذا اللي كان سبب للهدايه الله سبحانه وتعالى ايضا يعطيه مثل ذلك الثواب او اكثر او اقل حسب اختلاف الحالات والظروف وما الى ذلك فهذه أسباب أن الذي يعرف هذا الأمر من الذرية الطاهرة أو من قرابات الرسول يكون ثوابه أكثر، أما إذا أنكر هذا الأمر فعقابه يتضاعف عليه، الله في زوجات الرسول ماذا يقول؟ يا نساء النبي مَن يأت من كُنَّ بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين لماذا اولا لان اذا واحد من الذرية الطيبة جحد الحجة عليه اتم لان إنكار ليس عن جهل ولا عن قصور وإنما عن جحود مع اليقين بالحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وثانيا لأن ضلالهم سبب لضلال كثير من الناس فيتحمل وزر الذين أضلهم بعمله وأيضا ثالثا لأن النعمة عليهم أتم فكفرانها أسوأ فيكون العذاب أشد هذا خلاصة ما في أحاديث هذا الباب الحديث الأول عن سليمان ابن جعفر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن علي بن عبد الله ابن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هو وامرأته وامرأته إن علي ابن فلان وامرأته وبنيه من أهل الجنة ثم قال من عرف هذا الأمر من ولد علي وفاطمة لم يكن كالناس هسه من هو علي ابن عبد الله ويقال له أيضا علي ابن عبيد الله ابن الحسين ابن الإمام زين العابدين عليه السلام يعني هو حفيد حفيد الامام زين العابدين علي ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين زين العابدين النجاشي في كتاب الرجال يقول كان ازهد آل ابي طالب واعبدهم في زمانه واختص بموسى والرضا عليهما السلام. والكشي في كتابه يروي تفصيل هذه القصه، هسه الكليني اختصرها لان الغرض كان هذا المقطع، من عرف هذا الامر من ولد علي وفاطمه لم يكن كالناس. تفصيل الروايه لا باس بنقلها. يقول سليمان ابن جعفر قال لي علي ابن عبيد الله أو ابن عبد الله أشتهي أن أدخل على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأسلم عليه أحب ذلك قلت فما يمنعك من ذلك شنو إذا تحب هو ابن عمك ليش ما تدخل عليه قال الإجلال والهيبة وأتقي عليه شيئا أولا تعظيمه وهيبته تمنعني من ذلك، وثانياً أخاف أنه أني أروح أزوره يصير سبب لتضييق السلطة عليه، لأن السلطات الغاشمة هكذا إذا عندهم حساسية على واحد إذا شافوا الناس يروحون عنده، الكبار يروحون عنده يضيقون علي أكثر، فمن جهة هيبته وإجلاله يمنعني من الذهاب إليه. ومن جهة أخرى أخاف علي قال فاعتل أبو الحسن عليه السلام علة خفيفة يعني الإمام الرضا أصيب بمرض وقد عاده الناس ذهبوا إلى عيادته فلقيت علي بن عبيد الله أو عبد الله فقلت له قد جاءك ما تريد فرصة هسه مريض كل الناس ديزوروه دي اذا انت هم زرته مو مشكلة لانه يقولون خب مريض عيادة وعيادة المريض من سنن الرسول صلى الله عليه واله هذا الامر ما يثير حساسية واحد مريض الناس زاره يعودوه مثلا فان اردت الدخول عليه فاليوم هاي فرصتك قال فجاء الى ابي الحسن عائدا فلقيه ابو الحسن الرضا عليه السلام بكل ما يحب من المنزله والتعظيم يعني الامام الرضا وقره عظمه يعني شنو من اسباب التوقير والتعظيم كانت الامام الرضا اداها بالنسبه اليه ففرح بذلك علي فرحا شديدا الامام اللي تعتقد بانه امام يعظمك يوقرك هذا يثير السرور والفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم مرض علي بن عبيد الله او عبد الله فعاده ابو الحسن وانا معاه. فجلس حتى خرج من كان في البيت. يعني علي بن عبيد الله او علي بن عبد الله تمرض الامام الرضا ذهب إلى عيادته مو دقيقة ودقيقتين وقام وراح لا جلس إلى آخر المجلس حتى ذهب جميع الناس فيقول خرجت مع الرضا عليه السلام فلما خرجنا أخبرتني مولات لنا يعني جارية كانت لسليمان بن جعفر أن أم سلمة امرأة علي بن عبيد الله كانت وراء الستر تنظر إليه، زين هي امرأة أجنبية مو محرم، فمن وراء الستر تنظر إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فلما خرج الإمام الرضا راح بعد ماكو أحد واحد من الأجانب من غير المحارم في البيت فلما خرجت فلما خرج خرجت وانكبت على الموضع الذي كان ابو الحسن فيه جالسا تقبله وتمسح به تتبرك بهذا المكان تقبل هذا المكان لان الامام الرضا كان جالسا على ذلك المكان قال سليمان: ثم دخلت على علي بن عبيد الله فاخبرني بما فعلت ام سلمه هو زوجها ايضا المولات يعني الجارية نقلت وزوجها علي أيضا نقل ما صنعت أنها جاءت وتمسحت بموضع جلوس الإمام الرضا وقبلت ذلك المكان فخبرت به أبا الحسن عليه السلام خبرت الإمام الرضا بما فعلت هذه المرأة المؤمنة فقال يا سليمان إن علي بن عبيد الله أو إن علي بن عبد الله وامرأته وولده من أهل الجنة يا سليمان إن ولد علي وفاطمة إذا عرفهم الله هذا الأمر لم يكونوا كالناس إن ولد علي وفاطمة إذا عرفهم الله هذا الأمر لأن الهداية من الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وفي كتاب التوحيد في باب الهدايه ذكرنا هناك ان الهدايه من الله وكل كمال من الله لكن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الا من يستحق بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبتدئ الجميع بالهداية، كل إنسان عنده فطرة سليمة. فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل إنسان عنده فطرة سليمة. ثم الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل للهداية. فتح الطريق واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اما ثمود فهديناهم، يعني شنو هديناهم؟ يعني اريناهم الطريق. بعد ذلك اذا الانسان استجاب يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. إذا استجاب الله يزيد هداية يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فالله سبحانه وتعالى الذي يستجيب بحسن اختياره يهديه والذي لا يستجيب بسوء اختياره الله سبحانه وتعالى يضله، ومن يضلل الله فلا هادي له. الله قدر ما يهدي، قدر ما يضل. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا إنسان صار ظالم، صار فاسق، الله سبحانه وتعالى لا يوفقه للهداية. لكن الإنسان إذا استجاب لله وللرسول الله سبحانه وتعالى يزيده هدى هذا مثل واحد أعمى دا يمشي في مزال الأقدام بين الجبال والأودية واحد يجي يمسك بإيده ويمشي بالطريق إذا هذا الأعمى استجاب لهذا الذي ماخذ إيده ما عصى اي مكان ذاك يروح هذا هم وياه. تشوف يمر بمزالق الاقدام ويمر بالاماكن المنعطفات الخطره بالسلام، لانه واحد يعرف الطريق بصير ماسك ايده وهذا الاعمى منقاد له. لكن اذا هذا الاعمى قاوم ما يروح ويا ذاك الذي يريد يهديه. يقول له انا اروح يمشي خطوات واذا به يسقط في الهاويه يظله الله يعني شنو يعني يتركه؟ من عرف يا سليمان ان ولد علي وفاطمه اذا عرفهم الله هذا الامر لم يكونوا كالناس ثوابهم مضاعف، درجاتهم مضاعفه وأما سائر أحاديث هذا الباب نتلوها إن شاء الله في حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين